مرحبا عن عزوة سويد وهم الراس قمه يستحقون الحضور ويستحقون الأمارة. ملفي الروق يدور حاجة ما هي بيمه وانبدا براي ما صلى صلاة الاستخارة. البق قبل يرحب بين ابن خاله وعمه في محل بالعلوم الطيبة تشتب ناره. العتيب خاطره مهموم وانت تزيد همه يوم شاف الجار الايمن ما يعرف حقوق جاره. وش تبي في دابة ما حول حصيلة غير سمها انضربك بنابة ولا صار في قلبك غيارة. أنت ما ياتي على سكتك يا ملفيت خمها مارت المسك العصا وتكف يدك من الحرارة. داب كل يكره الدخان يوم انه يشمه يمكن احسنه لو انه يندعس وسط الخبرة. يا الحبابي يا الحبابي لا تضويلك مطمه نوبة تقع في الخط المكشوف من كثر الشطارة. الامور اللي وراها فلسفة وبراية ذمها ما تودي واحد مثلي يفتش في الجحارة. أبشر بكرمة تجي من كل شيء مستتمه يستوي تقديمها من جد ولا من عيارة. لا توصلك حكيما راضعا من مشات امها ما رضى له من مسوح ديسها به الانصرارة. انت يا مهدي تضم العلم ولا ما تضمها لا تسري موترا من دون نمره واستماره. كل ما نرسلك في موضوع ما انجزت المهمه يمكن انك يوم ترضع شارب لك من غضاره. القلوب المستهيمة والجروح المستشمة ما يداويها المداوي لو تكرر في الزيارة.
السلاح اللي يجي في طلقته حفوه وزمه البلا ما ادري من الرمايه ولا من عياره علمه مهدي يجهز ثوبه الزين وما عمه فالبحر غاره ومن بين السماء والارض غاره البلاث اللي تقدم في كلام ما يتمه والهدى فوق الجبل والحر تكفي الأشارة وجه من في صاير لونه يشبه لون دمه ولا نزند شرار ونار وسوق البشارة خلوها من ينوش النادر اللي ماكر في راس قمه ان بقى صعب محله وان شهر صعب طياره اني ما تسمع واحد نقل نمه ولفت لها النظر من ضيقته ينقز زراره ابتدى عدة تنازل وانجل هم الملمه مارس ولف يا ابن شايق واعطي للشعب اختياره